مرش عليكم. طيب احنا يعني وصلنا هون من نهاية المحاضرة الماضية، حكينا البروسيس تشارت او بروسيس فلو دايجرام سمتايمز بنسميها، هي عملية ديسكريبشن اما فيجوال او تيبل بالطريقة هاي اللي انتم شايفينها، in order to describe the process. لأي بروسيس؟ يعني هون مثلا بروسيس مصنع معمل الابل صوص، تمام، يورجينا كيف الخطوات وكل خطوة involves what وكم time and the location or distance involved. طبعا البروسيس دايجرام could be also done this way، يعني زي ما انتم شايفين هون this is flow diagram. أحيانا بكون شوي complicated، يعني بكون في خطوات بترجع وبتطلع، يعني حسب طبعا البروسيس دايجرام. وهذا واحد ثاني مثلا كمثال هون، تمام، بس هاي أمثلة حبينا نورجيكم إيش هي الفلو أو البروسيس دايجرام. فكل بروسيس إحنا بنعمله سواء كان عملية تصنيع أو تقديم خدمة أو أي شيء بنعمله، بنقدر نعمل له فلو دايجرام أو بروسيس فلو دايجرام. طيب الشيت، عفوا، التول الثالثة اللي راح نحكي عنها اللي هي تشيك شيت. التشيك شيت طبعا التشيك شيت احنا بنستخدمها فيري سمبل، بس فكرتها انه احنا لما بدنا نشوف مثلا تايب اوف ديفكتس وذ ذا شيفت، هلا هاي مثلا تايب اوف ديفكت تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4، بعدين الشيفتس عندنا في الشيفت الاول الشيفت الثاني الشيفت الثالث الشيفت الرابع. بأي شيء تسعر عليه إلكترونيك تول، جهاز اللي هو كهربائي أو إلكتروني، بدهم يشوفوا تي في سيت موديل، يعني هذا اللي هو عبارة عن تلفزيون، تمام، بدهم يشوفوا المشاكل اللي بتصير فيه. أنا يعني بنحرق، إيش بتصير فيه مشاكل؟ في عندنا الانتجريتد سيركت، الكباسيتر، الريزيستر، ترانسفورمر، كومانز، السي ار تي اللي هو الشاشة. بدهم يشوفوا الأسباب اللي طبعا هي احنا بنستخدمها، يعني مش او نشوف ايش عدد ايش الموست فريكوانت بروبلمز. لاحظوا هون مثلا في اكثر اشياء، يعني هون عندنا 15 18 20، تمام، هاي 25 27، تمام. الانتجريت سيركت مثلا بصير فيها عطل 5 مرات، اوكي، الريزيسترز مرتين مثلا، ترانسفورمرز 5 مرات، اند سو اون. وبالتالي هاي لاحظوا التشيك شيت هي كل الهدف منها انه انا احصي لكل نوع من الديفكتس كم مره بصير. ماشي، زي لما بنقول مثلا بكون في عندنا بدنا نعمل انتخابات ونشوف عدد الاصوات، بنحط اسماء الناس اللي هم متقدمين وبنحط لكل واحد قديش اخذ ونعمل تشيك بالطريقه هاي. لاحظوا الطريقه هاي بتعتمد على الاربعه والخمسه، بنعمل عليها سلاش بالطريقة هاي. طبعا هاي الطريقة تستخدم مشان عملية الإحصاء تكون أسهل، يعني الخامسة بنعملها سلاش زي هيك، تمام، هون نفس الكلام، هاي الخامسة هاي الخامسة، ماشي، فهاي بتصير العملية أسهل بالعد. يعني هون أنا بعد مثلا هاي خمسة، مثلا 1 2 3 4 5 ضرب 5 25 واثنين 27، فبتصير عملية العد أسهل. فهاي من هون إجت فكرة التشيك شيت. إذا في عندي أنا بعمل مثلا تصويت او بعمل بدي احصي ايش البروبلمز اللي بتصير عندي بالجهاز هذا او بالماكينه هذا، بستخدم شيء اسمه تشيك شيت. لاحظوا في شيء اسمه تشيك ليست، بختلف التشيك ليست بختلف عن التشيك شيت. تشيك ليست له شيء مختلف تماما، تمام. هاي بالنسبه للتشيك شيت، يعني فكرتها بسيطه جدا، فيري سيمبل. طيب إذا في أي شيء مش واضح يا جماعة ومش واضح بالنسبة لكم، قولي ووضح لكم إياه. التول مهم جدا، يعني كل طبعا التولز هذول الثلاثة اللي حكينا عنهم مهمات، بس في تول مهم جدا اسمها الكوز اند افكت دايجرام. لاحظوا من اسم التول هاي الكوز اند افكت، الكوز اللي هو السبب والافكت اللي هو النتيجة أو الريزلت. شوز ذا ريليشن شيب أو show the relationships between a problem and its possible causes. لاحظوا لما بصير في عندنا احنا موضوع الكواليتي بهمنا مسألة the problem solving ده. يعني أهم شيء بالكواليتي the problem solving أو the problem
مانجمنت، البروبلمز مانجمنت. وبالتالي بالبروبلم سولفينج بهمنا نعرف الأسباب، والأسباب هاي اللي هي بتقود للبوتنشال أو يعني المين بروبلم أو بروبلمز اللي عندنا. طبعا هاي الطريقة طورها يعني كواليتي ادفوكيتس او ساينتست ياباني اسمه كيرو ايشيكاوا من 1953. تمام، بتعرفوا موضوع الكواليتي، اهتموا اليابانيين كثير بالكواليتي، فصار منتجاتهم كلها ريليتد تو كواليتي، يعني صاروا معروفين بموضوع الكواليتي، يعني المنتج الياباني هو هاي كواليتي لانهم التزموا بالكواليتي ستاندردز العاليه. قاد الاوائل في مجال الكواليتي كنترول اسمه كيرو ايشيكاوا. كيرو ايشيكاوا، تمام. هلا كيرو ايشيكاوا قال انا بدي، يعني حكى بدي اعمل فكره، اعمل دايجرام. ايش خلينا نطلع عليها شوي، بس دايجرام زي هاي، احط البروبلم اللي عندي كواليتي بروبلم، وبعدين اجي انا احصر الاسباب اللي بتعمل هاي البروبلم. ماشي، طبعا في عندنا مور ذان ون كاتيجوري، في اسباب لها علاقه بالماتيريالز المستخدمه، في اسباب لها علاقه بالبروسيجرز، في اسباب لها علاقه بالبيبل اللي هم الاوبريتورز التكنيكال بيبل، وفي اسباب لها علاقه بالاكوبمنت. طبعا ممكن يكون في اسباب ثانيه، بس جنرال سبيكينج هاي بنسميها احنا الكوز افكت ستراكشر اور سكيلتون. تمام، طبعا هاي الكوز اند افكت دايجرام بسموها كمان الفيش بون دايجرام، لانها بتشبه، لاحظوا شكلها زي السمكه، يعني هاي راس السمكه هون، وهاي العظام تبع السمكة، وهاي بقية الجسم تبعها. كل جسم فيه طبعا فعلا، كل عظمة في الجسم تبعها فيه يعني زي عامل زي الشجرة، عشان هيك بسموها sometimes fish bone diagram، sometimes بسموها ايشيكاوا diagram. يعني بدكم تعرفوا هون cause effect diagram sometimes بسموها الفيش بون diagram، sometimes بسموها ايشيكاوا diagram. تمام، طيب هلا طبعا الدايجرام طبعا بتكون يعني الجنرال ستراكشر إلها يعني شوية معقدة، بس يعني بتبين معقدة، قصدي يعني يعني لا. inequality اللي هم basically machines, human, measurement, environment, materials and process. ممكن تكون هاي جاي من الماشينز. هلا المشاكل اللي بتصير بالماشينز او السب بروبلمز، اوت اوف ادجستمنت، معايره غير دقيقه، تولينج بروبلمز، التولز ما بتكون مظبوطه، الاولد اور وورن، يعني اولد اور وورن مثلا زي تعرفوا الدريل مقدح، الريش تبعته احيانا مع الاستخدام المتكرر، او مثلا ماكينه الخراطه بتصير لها وورن، يعني تتاكل، تصير قديمه، فبتصير تعمل لنا مشاكل بالكواليتي. فهاي ميل اللي بتيجي من المشين. هلا من الهيومن في عندنا البور سوبرفيجن، يعني لما يكون ما فيش اشراف كويس على العمال، هذا ممكن يعمل لك كواليتي بروبلمز، يعني هاي البور سوبرفيجن، عدم متابعه، اللاك اوف كونسنتريشن، يعني شغل ما بكون مع تركيز، فالشغل بدون تركيز بتعرفوا دائما، يعني الدراسه بدون تركيز، الشغل بدون تركيز بيؤدي ل حصول مشاكل. تمام، بالكواليتي الان ادكويت تريننج، ممكن يكون في عندنا كمان يعني مش مدرب، الطاقم الموظفين مش مدربين على الماكينات او على خطوط الانتاج، او على استخدام السوفت وير، او استخدام الماكينه، او مثلا التعامل مع الكاستمرز، مع الجمهور. يعني هاي الان ادكويت تريننج احد المشاكل اللي بتسبب الكواليتي، مشاكل اللي بتسبب الكواليتي ديفكتس. ولاحظوا هذول كلهم الثلاثه حصرهم بالهيومن. طبعا ممكن احنا نفكر بأذر بروبلمز ريليتد بتسبب لنا الكواليتي ديفكتس او الكواليتي بروبلمز، مشاكل بالكواليتي. بتعرفوا الشركات يعني بالاخر 50 سنه الماضيه، او خلينا نقول هلا صارت حوالي 70 سنه، اهتزوا بشكل كبير على موضوع الكواليتي، وصار في عندنا شيء اسمه الكواليتي كنترول، 6 سيجما، الايزو الى اخره. هاي كلياتها الهدف منها انه نضبط الجوده، نضبط الجوده، جوده المنتجات، جوده الخدمات المقدمه للسوق. طيب السورس الثالث اللي هو الميجرمنت، اللي هي القياس،
fault of testing equipment. لاحظوا مثلا لو كان في عندنا ميزان حرارة مش دقيق، أو ميزان pressure gauge اللي هو بيقيس لنا الضغط ما كان دقيق، هذا ممكن يعمل لي quality problems، لأنه راح يعطيني قراءات خاطئة، والقراءات الخاطئة هاي راح أبني بناء عليها التصميم تبعي أو المعايرة تبعته، وبالتالي راح يعمل لي quality problem. فالفولتي testing equipment اللي هي أدوات القياس غير الدقيقة. الـ incorrect specifications ممكن كمان احنا نستخدم مواصفات غير دقيقة بالقياس مثلا أو بالتصنيع، هاي المواصفات كمان will lead to quality problems. وفي عندنا أحيانا ممكن يكون measurement methods are improper، يعني مش دقيقة، هاي معنى improper. ماشي، نقول incorrect specifications بتكون مواصفات غير دقيقة، يعني المواصفات اللي بستخدمها أنا مثلا بقول على سبيل المثال بدي درجة الحرارة تكون بالرينج هذا، بين درجة الحرارة هاي ودرجة الحرارة هاي خلال عملية التصنيع. أحيانا هاي المواصفات ما بتكونش دقيقة، يعني بتكون مثلا كبيرة، بتكون بعيدة مش صحيحة، باخذها من مصدر خطأ، هاي بتعمل عندي quality problem. ممكن كمان الميثود اللي بستخدمه بالقياس، يعني ممكن تكون الماكينة اللي بقيس فيها الايكوبمنت اللي بقيس فيها ممكن تكون دقيقة ما فيها مشكلة، بس الطريقة اللي أنا بقيس فيها بقيس بطريقة غير دقيقة، يعني مثلا ما بقرأه صح، ما بستخدم معايرة مناسبة، ما بستخدم مثلا يعني ما بستناش مثلا على جهاز مثلا يأخذ وقته to stabilize القراءة، يعني الداتا بتكون مش دقيقة لأنه ما لحقش الجهاز، خلينا نقول يحمل هيك بالمنطق البسيط، ما لحقش يعطينا قراءة ستيبل، فهاللي كلها بنسميها امبروبر ميثودز. بتعرف في ناس بيقيسوا أحيانا طريقة القياس بتكون خاطئة، يعني ما بكونش مدرب على الشيء هذا، بنرجع هون مثلا اللاك اوف تريننج او اللاك اوف كونسنتريشن، تمام. فهي كلياتها ممكن تسبب لنا كواليتي بروبلمز. بس طبعا احنا ما بكون عندنا هيد اوف تايم، يعني ما بنكون فاهمين احنا بكون في عندنا كواليتي ديفكت او كواليتي بروبلم، ما بنكون عارفين السبب. فاصلا الهدف من الفيش بون دايجرام او الايشيكاوا دايجرام او اللي هي الكوز اند افكت دايجرام، انه اساسا احنا نعرف من وين المشكله اجت. ماشي، فكل هذا الدياجنوستكس اللي هي يعني الأعراض هاي بدنا نشوفها ونقيسها مشان نعرف من وين إجت المشكلة، نقدر نحصر المشكلة. هلا ممكن كمان الكواليتي بروبلمز تيجي من الانفايرومنت، مثلا يكون في فاريبل عالي بالتمبرتشر وأنا مش متحكم بالتمبرتشر، يعني اليوم درجة الحرارة 25، ماشي، بكرة بجوز تكون مثلا 30. هل هذا بيأثر، ممكن يأثر عندي على دقة القياس، مثلا أداء الماكينات ممكن يأثر على الموظفين، هل هذا كنترول على التمبرتشر مهم عندي، يعني بهمني، هم ممكن يكون سبب المشاكل. هل أحيانا بكون عندنا الدست والديرت اللي هو الغبار، غبار بتعرف كثير من الماكينات أدائها بتأثر بشكل كبير بنظافة الجو، يعني الماكينات لازم تكون محطوطة في أماكن تكون نقية، يعني ما فيها أي غبار أو أي وسخ أو أي شيء له علاقة بتلوث الجو. ماشي، in order to get فالإنفايرومنت هي بتشمل العوامل الجوية، العوامل الجوية أو المناخية. هلا ممكن كمان الكواليتي بروبلم تيجي من الماتيريالز اللي هي المواد اللي بنستخدمها، ماتيريالز اللي هي المواد اللي بنستخدمها، مثلا defective from vendor، هاي بتصير كثير مثلا في مصانع، المصانع اللي بتستخدم المواد الخام زي مصانع المواد الغذائية ومصانع المستحضرات الصيدلانية والأدوية، ممكن تكون نفس المواد الخام اللي أنا بستخدمها، المواد الخام اللي بستخدمها في عملية التصنيع تكون defective، بمعنى إنها فيها عيوب، يعني مش مواصفاتها مش زي ما أنا بدي، تمام، من الفندر اللي هو بورد هاي المواد، ممكن تكون هاي المشاكل من هون جاي. طيب هلا ممكن تكون مقبولة بس ما توافق المواصفات اللي بدي اياها، انا عندي مواصفات بس هي يعني اوكي ماشي حالها بس ما بتوافق المواصفات. لما نقول not to specifications، انا في عندي specifications بدي مثلا فيها نسبة الرطوبة تكون هالقد، بدي يكون فيها نسبة هالقد، ما يزيدش عن هذا الحد، ما يقلش عن هذا الحد، and so on. فهالسبيسيفيكيشنز انا بحددها عادة بعمليات تصنيع، هي تحدد عندي هل المواد هاي الماتيريالز مطابقة لمواصفاتي ولا لا. إذا كنت بشتغل بمصنع مثلا بشتغل بالميتالز أو بالماتيريالز، هل هذا مثلا الألمنيوم أو الفولت
فولاذ الحديد اللي بيجيني هل هو موافق للمواصفات اللي بدي اياها بعمليه التصنيع. ماتيريال هاندلنج بروبلمز، طبعا عمليه الهاندلنج اللي هي شو يعني المعامله، يعني ممكن انه مثلا انه في مواد حساسه للحراره احطها باجواء غير مناسبه، فهذا بياثر على الكواليتي تبعتها، ممكن تكون مثلا بتصدي، وبالتالي مش قاعد اتركها فتره طويله مثلا برا في الاجواء اللي هي فيها رطوبه مثلا عاليه، ماشي، فهذا بياثر على جودتها. فهاي عمليه المس هاندلنج او الهاندلنج بروبلمز، اللي هي عمليه المناوله او مع التعامل مع هاي المواد بكون مش مطابق للبروتوكول او المواصفات. طيب هلا في ممكن يكون كمان الكواليتي بروبلمز من البروسيس، البروسيس اللي هي العمليات اللي بتصير، عمليات التصنيع، عمليات التحضير الى اخره، ماشي. اسبابها الفرعيه ممكن تكون بور بروسيس ديزاين، يعني تصميم العمليه، عمليه التصنيع او عمليه التحضير، بتكون التصميم الاساسي البروتوكول الاساسي عندي خاطئ، يعني مش دقيق، مش صحيح. ان افكتيف كواليتي مانجمنت، ممكن يكون في عندي مشكله بالكواليتي مانجمنت اللي هي مراقبه الجوده او ضبط الجوده، ممكن تكون مش فعاله. الاحيان احنا كثير من الشركات طبعا بحطوا انظمه جوده ايزو وهساب وتعرفوا جي ام بيز والى اخره، بتكون ممتازه بس انه عمليه تطبيقها ما بتكون دقيقه، او الناس اللي بيطبقوها ما بيكونوش فاهمين شو بيعملوا، تمام. أحيانا ممكن يطبقوها لفترة معينة بعدين يبطلوا، عرفتوا كيف؟ فبتصير هاي اللي هي كلها بتدخل ضمن الـ ineffective quality management، اللي هي عملية التحكم بالضبط الجودة بتكون غير فعالة أو غير دقيقة. هلا ممكن يكون في deficiency بالـ product design، product design يعني كمثال، يعني مثلا السيارات، مثلا في مثلا من الأمثلة على الديفيشنسي الأساسية لموضوع استهلاك الوقود، تمام. عندنا يعني السيارات استهلاكها للوقود عالي نتيجة مثلا الماتور بيكون حجمه كبير، السيارة مثلا حديدها ثقيل، ممكن الماتور مش بالكفاءة العالية، هاي بنسميها احنا ديفيشنسيز. ديفيشنسيز فهي هاي عيوب أو نواقص في التصميم، وبالتالي هاي it leads to process كواليتي ديفكت، يعني هاي ميجر كواليتي ديفكت، مثلا انها تكون من ناحيه اقتصاديه غير مجديه، مثلا منتج من ناحيه سيفتي، ممكن موضوع السيفتي ما يكون كمان معمول بشكل صح. فهاي كلياتها انا بعتبرها ضمن الكواليتي بروبلمز. الان انا لما بطلع عندي مشكله في منتج معين في مصنع، بلاش نقول احنا دائما مصانع، هلا في عندي بنك مثلا بقدم خدمه، تمام، بقدم خدمه ولا عندي، او يعني الكاستمرز مش قاعدين بيرجعوا على البنك، يعني او قاعدين بيسحبوا حسابهم منه بغيره حسابهم منه، بدي اعرف انا وين المشكله صارت. لاحظوا كل يعني كل الفاكتورز هاي ممكن تكون بوتنشال فاكتورز، يعني ممكن يكون في عندنا مثلا موظف الاستقبال ما بعرف مش كويس، ممكن تكون سياسه البنك مش مناسبه اليوم، ممكن تكون معاملاتهم طويله ineffective، ممكن في يكون طابور طويل، تأثر طبعا على الكواليتي. فأنا بالنسبة لي كمؤسسة، سواء مؤسسة بقدم خدمة زي البنوك مثلا، مدارس، الجامعات، شركات الإنترنت مثلا، السوبر ماركت، هاي بتقدم خدمات، أو المصانع اللي هي بتقدم منتج، هاي كلياتها تحتاج يعني cause effect diagram in order to characterize the problem. طبعا البروبلمز بتكون موجودة دائما وتتغير، مرة بكون في عندهم مشكلة مثلا في الإنتاج، المنتج مثلا مواصفاته مش مطابقة، ما يكونوش يعني مرتاحين معهم، فبدهم يشوفوا وين المشاكل. هاي بنستعين بالفيش بون دايجرام، شغلة انتويتيف، يعني مش إنها فيهاش اختراع كبير، بقدر ما إنه إحنا بنحاول نحصر أسباب الكواليتي ديفكتس أو الكواليتي بروبلمز عن طريق إن نصنفهم ب6 كاتيجوريز، ماشي، ميجرمنت، هيومن، ماشينز، انفايرمنت، ماتيريال، بروسيس، وعن طريق هاي اشوف الاسباب الفرعيه الممكنه واحاول ادرسها. طبعا لانه موضوع الكواليتي بالنسبه للشركات اصبح مهم جدا، اصبح مهم انهم يراقبوا الكواليتي جدا.
جودة منتجهم أو خدمتهم. طيب، هل الكوز افكت دايجرام إلها دايجرامز إلها ادفانتجز أو بتساعدني بشيء؟ I'm making the diagrams educational in itself. لاحظوا أنا لما بعمل دايجرام زي هاي ماشي، بحدد فيها كل البوتنشال بروبلمز اللي ممكن تصير عندي بالمستقبل، ماشي، حاليا او بالمستقبل. هاي بتساعدني انه انا ابني زي داتا بيس، قاعده بيانات لموضوع الكواليتي، بحيث انه وين ما صار عندي كواليتي بروبلم اعرف وين السبب بدون ما اتعطل انا او اخسر الكاستمرز او الماركت شير. دايجرام ديمونستريتس نوليدج اوف بروبلم سولفينج تيم. اذا هاي طبعا هم الإدارة المسؤولين عن حل أي مشكلة بتواجههم، فهاي طبعا تعتمد على خبرتهم. Diagram results in active search for causes، طبعا بتساعدني أفهم الأسباب، الروت كوزز، الأسباب الجذرية للمشكلة. And Diagram is a guide for data collection، كمان بتساعدني أفهم إيش بدي أعمل أنا، هل عندي قياسات خطأ، هل عندي مثلا مشاكل بالتريننج تبع الموظفين يعني لازم أدربهم أكثر، هل عندي مشاكل بمعايرة الماكينات مثلا، هل عندي مشكلة مثلا بالتحكم بالتمبريتشر، بالتحكم بالانفايرمنت اند سو اون. فلاحظوا هاي كلها ادفانتج او مميزات للكوزن. كل شركة بده يكون في عندنا تيم من المتخصصين، ناس بدهم يكونوا من الهيومن ريسورسز، الموارد البشرية، ناس بدهم يكونوا من الهندسة، المهندسين المسؤولين، في ناس بدهم يكونوا مثلا من الفنيين، من العمال، من الإدارة، الكل بده يكون involved، من ناس مثلا من موضوع الايكونومي، الاقتصاد والأشياء هاي. هاي كلها بتحتاج يعني some sort of يعني بده يكون في عندنا تيم، اللي هو هذا بنسميه اللي احنا بنشكله in order to study the process، وكيف نقدر نتعامل مع هذا البروسيس in order to avoid the problems in the future، وإذا صار عندنا مشاكل كيف نقدر نحلها. تمام. هلا طبعا بالنسبه للكوز افكت دايجرام بناها بيعتمد على هل احنا بنحكي عن المانيفاكتشرنج اللي هو قطاع التصنيع، ولا بنحكي عن السيرفيس ابلكيشن. قلنا المانيفاكتشرنج لما بنصنع السياره، التليفون، المواد الغذائيه، الصيدلانيه، المواد الكيميائيه، هاي كلها عمليه تصنيع. بنستخدم المان، الميثود، والماشين، والماتيريال، يعني هذول الفور كاتيجوريز. هلا السيرفيس ابلكيشنز زي ما قلنا قطاع بنك مثلا، مؤسسه تعليميه زي مدرسه، جامعه الى اخره، هاي بنستخدم equipment، policies, procedure and people in order to build the cause effect diagram. تمام. طبعا حاولت اعطيكم هذول، مش راح نتعمق كثير فيهم بقدر ما سريعة عن كل واحد فيهم وإيش أهميتها في موضوع الكواليتي، لأنه بالنهاية this is part of statistical analysis لموضوع الكواليتي. ماشي، إحنا هلا بدنا نوقف هون عند السكاتر دايجرام، نطولش عليكم، نشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية. في أي سؤال أو استفسار يا جماعة؟ في سؤال أو استفسار؟ طيب، أنا بشكركم على حضوركم اليوم، إن شاء الله الثلاثة بنزل لكم محاضرة كالعادة اللي هي المحاضرة الأونلاين، والأحد إن شاء الله بنكمل وبنحكي عن مادة الامتحان والأشياء اللي وفي ظل يا جماعة برضو موضوع يعني ما شافوا الامتحان أو في عندهم مراجعات أو ملاحظات بالنسبة للهوم ورك، في أي ملاحظات عندكم رجاء يعني، اللي يعني احنا حددنا وقت وراح الوقت الديدلاين للمراجعات، بس اللي في عنده اشكاليه يتواصل معي باسرع وقت ممكن، انه هو ليوم الثلاثاء، يعني بعد يوم الثلاثاء بصير صعب لان بدنا نعتمد بالعلامات. اي حد عنده اي الهوم ورك ثلاثه زي ما حكيت يعني زي ما اتفقنا. تمام، لانه في ناس ربما ما يكونوا لحقوا يحلوها الاربعه، او واحدة من الأربعة هوم ويركس كانت أداهم فيها سيء، فيعني حاولنا يعني هذا أكثر شيء قدرت عليه. ماشي، ودعمناكم شوي على أساس نشجعكم إن شاء الله تصير علاماتكم تحسن علاماتكم، وظل عندكم الفاينل طبعا، يعني هاي بنحاول راح نعمل له مراجعة ونحكي لكم إيش الأشياء اللي تركزوا عليها. تمام، ويعني إن شاء الله أموركم تمشي بشكل كويس. في أي ملاحظة يا جماعة؟ في أي ملاحظة؟
طيب واضح انكم بدكم تخلصوا يعني، فالله يعطيكم العافية، شكرا لكم.